ضد الإرهاب وضد العنف ومع الدولة المصرية. والصفحات كثيرة، بالأمس قلنا لكم بعضها. وأنا لا أقول هذا الكلام من منطلق تعصب قبلي أو انتماء لمحافظة أو غير ذلك، لا، لكنها حالة بدأنا نرى ونسمع لغة ما تعودنا عليها، وكأن كل قناء إرهابي إلى أن يثبت العكس، وكأن كل من ينتمي لقبيلة الأشراف إرهابي إلى أن يثبت العكس، وكأن كل من ينتمي لقفط أو المعنى أو غيره أو غيره إرهابي إلى أن يثبت العكس. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والذين يزايدون عليهم أن ينظروا في المرآة جيدا. صعيد مصر مع الدولة المصرية، صعيد مصر قاتل دفاعا عن كيان الدولة المصرية، صعيد مصر عندما خرج البعض ليشعل الدنيا نارا ويحاول هدم مؤسسات الدولة المصرية، كان صعيد مصر رابطا كالجأش يدافع عن كيان هذه الدولة. شأنه شأن كثير من المناطق والقرى والكفور في كل أرجاء مصر. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر جيدا إلى الأمور، لأن ذلك بصراحة ترك حالة استفزاز عند الكثيرين. وأنا تلقيت منذ الأمس عشرات الهواتف والتليفونات، الكل يقول ماذا يريد بعض الإعلاميين وماذا يريد بعض من يفتحون صفحات التواصل الاجتماعي. وعلينا أن نطبق القانون ضد كل من يسعى إلى الفتنة، ضد كل من يحاول التآمر ضد أرض هذا الوطن وضد شعب هذا الوطن. وعلينا أن نسعى حثيثا وبسرعة إلى تقديم المتهمين للعدالة الناجزة، لأن كل شخص على أرض مصر، على أرض مصر، كل مصري، لا أريد أن أقول قبطي أو مسلم، نحن جماعة وطنية واحدة، الدين لله والوطن للجميع، ولكن كل وطني مصري يحتاج إلى أن يرى من تآمر ومن دمر ومن تسبب في القتل واختراق دور العبادة والكنائس في العديد من المناطق، سواء كان الكنيسة البطرسية أو طنطا أو اسكندرية أو غيرها من الأحداث التي حدثت. يريد أن